صباح ومساء ريعان، أهلا بكم وسهلا. اليوم نقدم لكم منحلة من المناحل في وسط الصحراء، ألا وهي روضة خريم. تكلمنا بالسابق عن أفلام كثيرة عن بعض المناحل، وقمنا بزيارتها وتصويرها مثل مناحل نماص والباحة وأبها، وأيضا الطائف في وادي ذي غزال، وأيضا الشفا، وأيضا قمنا بزيارة إلى ملكات النحل وإنتاجها، قسم الزراعة في وادي نمار، واليامي ما قصر في الحقيقة هذا المهندس الرائع. وأيضا تكلمنا عن كرسي بقشان وزرناه، وزرنا أيضا المناحل الموجودة في جامعة الملك سعود. أيضا قمنا في صنع فيلم عن رحلتنا لاكتشاف النحل البري، وأيضا إن شاء الله نحلم في الذهاب إلى الفقرة، وهذه مشهورة في الجزيرة العربية لإنتاج المناحل والعسل من قديم الزمان. اليوم سوف نعمل لكم هذا الفيلم. لماذا نعمل هذه الأفلام كلها؟ من أجل الفائدة، من أجل أن يبحثون الناس عن العسل الحقيقي. فأنا أنصح جميع من يريد العسل أن يذهب إلى المنحلة نفسها. بعض المناحل تضع له سكر، حينما تحلله يخرج لك عسل نحل 100%، ولكن ليس مفيد، هذا يصلح للأكل. والكثير من دول العالم تضع هناك درجات، مثلا 10 15 5، هذا نحل يتغذى على بعض السكريات أو بعض الأشياء الأخرى وليس له فائدة غذائية، اللهم أنه فقط للأكل. لكن هناك عسل مشهور بالعالم، ألا وهو عسل المانوكا، وقد تكلم عنه الدكتور محمد أوز، تكلم عن هذا العسل، وهذا العسل مفيد للكثير من الأمراض، السرطان وغيرها من الأمراض الأخرى. وهذا العسل اسمه المانوكا، لا يوجد إلا في نيوزيلندا، وقد قام العلماء في وضع بعض الأبحاث وقد نجحت وأصبح من العسل الرائع في العالم. وقد زاره ابن عمي في نيوزيلندا، وأيضا دخل المنحلة فعسل 100%، ولكنهم وضعين لك درجات، يعني مثلا 10 15، هذه للأكل. أما 25 20 30، فهذا علاج مأخوذ من الزهرة نفسها 100%. هذه زهرة يأخذها النحل من رحيقها اسمها المانوكا، فيها الكثير من الفوائد. أنا الآن أمام زهرة اسمها زهور المورينجا أو المورينجا، وهذه الشجرة مفيدة عن 300 مرض تعالج. زهورها وعسلها مفيد أيضا، ولكن ننصح الأخوان في تكثير من الأشجار ذات الزهور، لأن في الحقيقة أشجارنا لا يوجد فيها زهور إلا عدد قليل، والتي تزرع البلدية أكثر لا ينتج أزهار. فلابد أن تكثر ويكثرون المزارعين زراعة أشجار من أجل المناحل ومن أجل العسل الحقيقي الطبيعي. عسل المورينجا ممتاز، العسل كله مفيد، لكن الفائدة الحقيقية في ماذا؟ على حسب الزهرة التي يأكل منها. مثلا عسل السدر له فوائد، عسل المانوكا له فوائد، عسل المورينجا له فوائد كثيرة، فكل نبتة لها فوائد علاجية. ليس العسل له فوائد، لكن ماذا تأكل النحلة؟ النحلة تنتج العسل، سواء تضع سكر، تضع بيبسي، تضع أي شيء تنتج، ولكن ليس له فائدة. الفائدة الحقيقية هي بما تأكل النحلة فقط. نحن عملنا هذا الفيلم للبحث عن العسل الحقيقي، عملنا كذا فيلم، وأنا علمتكم عن عسل ممتاز وأنا أثق فيه، ألا هو عسل المانوكا النيوزيلندي. لكن تبهو من المقلد، لا تأخذه إلا من مصدر موثوق. والآن سوف نريكم هذا الفيلم عن مناحل روضة خريم، وفائدة الاهتمام بالبيئة، وفائدة الإكثار من الزهور. الآن نحن في روضة خريم، موسم الزهور، جثجاث، الحرمل، الطالح، السدر، وأيضا الزهور الأخرى. طبعا ناس ما شاء الله استفادت من هذه الروضة وهذه المحمية، استفادة من الزهور اللي فيها. وهذا الشخص يورينا الآن، نعم، النحل. هذا نحل نوعه إيش يا سيد؟ هذه النوع المصري.
هذا المصري كبير الحجم كثير انتاج بس ما يتحمل صح؟ نعم ما يتحمل يعني موسم واحد موسمين بعدين يموت. الانتاج تمام. الانتاج تمام بس مو وقت معين. للوقت المعين للمواسم فقط. ايوه تستوردونه منين هذا؟ من مصر. من مصر؟ نعم. على كم يا سيد؟ والله الترفيه الان بالموسم ذا على 150 170 حسب العملاء المصريين زي ما تعرف. هذا ما شاء الله مختم عسل. هذا مختم عسل. نعم. وين تختيمه؟ هذا التختيمه شفت العسل هذا هو. وين هذا الحضنه؟ هذا العسل. هذا العسل هذا مختم ها؟ وهذا الحضنه. وهذا الحضنه. نعم. ممتاز. هذه زهور شوف اصفر زهور من أصفر نفس زهور. الشجره هذه حق يعني ما شاء الله هذه مليانه كلها عسل. نعم وهذه المقطع الثاني. ما شاء الله ما شاء الله. الله يزودكم يا رب. امين ان شاء الله. وهذا الكيس انا اشوفك حط كيس هذه بس اللهم للملكه. هذا الملكه غذاء ها؟ غذاء الملكه. ايوه. يعني غذاء الملكة لها مو غذاء طيب هذا المصري عندك تقدر تورينا البلدي؟ البلدي العيدان ما نقدر لان الان الوقت لا يناسب ما يناسب ما عندكم الحين البلدي؟ الا في البلدي شوف العيدان هنا ورنيها انا ممكن تفضل هذا طبعا المويه انا ذقتها قبل شوي ما فيها طبيعي ما فيها سكر ابد لان تعرف يحطون سكر على اساس يزود الانتاج وعلى اساس الموسم اللي ما فيه موسم زهور لكن ما شاء الله الروضه مليانه الان اشكرك يا سيدي نعم. عدم الغش بيض الله وجهك تسلام. والله يرزقك جزاك الله خير وموفق ويعلم الله ما احنا مستريين منه ولا ريال ان شري منه شراء لكن اهم شيء الفائده للناس هذا البلدي هذا البلدي نعم هذا كله بلدي ها نعم كله بلدي عيدان بلدي ما تقدر تفتح وحده والله نقدر لكن بيضرب علينا النحل ما عندنا اقنع لو لبستك القناع مستعد اني افتح لك يعني لازم قناع لازم قناع لان البلدي شرس شرس جدا نعم قرصته يبغى تدخين ويبغى أوه. والله هذا قرصته شيء نعم. هذا شوف يجيب حبوب اللقاح شوف حبوب اللقاح ايوه نعم هذا معه حبوب اللقاح نعم حبوب اللقاح هو يجيبها؟ ايه يجيبها نعم هذه من نفس الشجره هذه ايوه نعم. البلدي ليش ما ينحط مربع ليش؟ فيه في نحطها في عندنا بس موجوده على السمر هذا احسن يعني هذا العيدان للتربيه على كم كم سعره؟ البلدي العود العود كم العود في الجنوب ب 500 الى 400 حسب الحشره وكميه الحشره داخل العود ايه هذا السعر نعم السعر وفي من اقل من 400 بس يكون عود حشرته ضعيفه والبنيان ضعيف ايوه يعني غالي سعره ايه اغلى 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 من المصري حشرته التربيات عندنا بس انه قوي صح يتحمل نعم ويتربى طيب في نحل نفسه يسمونه وش اسمه الاندلسي هذه طبعا قبل شوي انحله جتني لا فيه واحد القزم هذا اللي يجي بالبيوت الصغير هذاك يسموها نحل الاندلسي القزم هذا القزم اللي يجلس شهر ويروح ايه ما يهاجر يهاجر هذا مره اخذت من عسله وصورته انا عسل ما شاء الله بري. كويس بري. بري نعم بري بس ما يدوم ما يدوم مو بهذا هو لا لا هذا البلدي هذا البلدي مشهور في المملكه وفي اليمن وفي بعض المناطق بالجزيره العربيه اكثرها نعم بس حجمه صغير وانتاجه ضعيف مو مثل المصري شوي. نعم ضعيف شوي لكنه يتحمل لتربيه الحشره في ارضنا في المملكه بالذات يعني يتحمل ويتكاثر اها لكن في زي مصر وزي كذا حشرتهم تختلف يعني بالرغم عن الحشره دي اللي عندنا يا بيض الله وجهك ما شاء الله ما شاء الله ومن يقول ابيض ان شاء الله ما شاء الله هذه اشوف كميه واجد هنا عند الباب ليش حراسه هذه حراسه حراسه لان ندخل ندخل اصبعنا يطلع على طول ايه لا انقز شوف هذه نحل مصري يعني يتعدى الهجوم الى البوابه هنا قمنات بالحراسه عليها هذه النحله مصريه نعم هذه كبيره حجمها كبير وهذه صغير شوف الحين هذه حربنها صح يحاربنها ما شوف 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 كيف الحراس شو يسوون بها نعم يضربنها يقتلنها قتل يقتلنها على طول خلاص ايه تشوفون هذا المصري اكبر حجم من وهذه من النمل اللي قد قتلوها وهذه قتلوها ها والان وهذا النمل عليها الحين بدا يضرب النحل الله يستر اي وهذا العسل عند الرجال نعم طيب حلو هذا الطلح هذا الطلح لونه اسود صح اللي مستخرجينه قدام يعني بلغت شهور مثل ما تقول قدام هذا كم الحين بعد شهر انتم تستخرجون الآن من النحل بدأ الموسم الان بدا الموسم الجديد أيوة. هذا الموسم الاول هذا الموسم الاول نعم الموسم الاول هذه الطلح اللي راح وهذه برضه زهور من حق الروضة هذا يوم الربيع هي قدام شهر قبل شهر اي قدام شهر. ليش فيه شيء ابيض هنا اللهم مجمد يعني في اثناء البراد ايه يكون كذا العسل حقه مع الحراره هذه يحل ويجي طيب ايوه بس ما ينحط بالثلاجه العسل لا ما ينحط يعني تنبيه العسل
الطبيعي ما ينحط بالثلاجة. نعم، في يكون في الدرجات اللي تحت، يعني درجة الغرفة العادية. أيوة نعم. حلو حلو، خاصة العسل الطبيعي. طيب ممكن تفتحنا واحدة منها نشوف محمد؟ أبشر. السدر تقول متى، شهر كم إن شاء الله؟ السدر إن شاء الله هي من بعد رمضان. هذا ال أيوة هذا الطلح. نعم هذا الطلح. أيوة، لا إضافات ولا شيء ولا مرة أبدا. طيب الفحص الطبي إن شاء الله. لا بالرغم للسدرة السدرة هذا شوفه. السدرة إن شاء الله من بعد رمضان كانت جينا سدرة نسميها سدرة صيفية. أيوة. ولا هذه السنة مع الأمطار ما جتنا سدرة صيفية. ما في. نعم ما في. سدر صيفي ما في. نعم هذه السنة ما جتنا، السنة اللي مضت جتنا صيفية. بالصيف يطلع شيء بسيط يعني. بسيط وفرزناها في رمضان وبعد ايه. رمضان، لكن الآن إحنا مستنظرين الموسم، الروضة مليان همواء. ما شاء الله. الحين مليان موية. نعم، نعم أنا جيتها شفتها كلها ماء من داخل. نعم جاها سيل وبراعمها ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. هذه فائدة الحماء. نعم. فائدة الحماء أشجار تزود، غابات ما شاء الله. وأهل النحل استفادوا. والناس اصلا والحلال استفاد، لان يدخلون الحلال بعد ما ينتهي الربيع وكل شيء يدخلونه يستفيد تسميد، وايضا وقت معين اساس ما ياكل جميع الشجر. يعني تنظيم حلو، ما اجمل شيء اسمه نظام الفاضل. يا مرحبا. لكن ان شاء الله الناس تستفيد، يا ما واحد مريض، يا ما واحد الناس تدور العسل الطبيعي، تعبوا من الغش ومن الكذب ومن حقيقي. الى اخره. اي والله انا هذا جايك من الرياض عشان العسل، لاني اكلته العام ممتاز. لا والله لا حللته. وانت ممكن تعطي رقم الناس جوالك؟ معليش. ايه نعم. كم؟ 050. ايوه. 156. ايوه. 88. ايوه. 93. باسم ايش؟ ابو قصي. ابو قصي. مناحل الامانه. مناحل الامانه. نعم. صاحبها عبد الرحمن عثمان ال عثمان، واخوه تركي عثمان ال عثمان. العثمان الله يرزقهم ان شاء الله عدد شعرهم. اللهم امين يا رب، يرزقك ان شاء الله وبيض على وجهك. والله يعينك، انت جالس بهالحر وهذا وبهالمكان وما شاء الله عندها الطلحه اللي يبي لها شلقه حاشي ولا تعلق عليها التيس، وما في اجمل من هالقعده. ما اجمل المحل وشغله. لا ايوه شغله تعب. نعم. شغله تعب. والله يرزقكم ان شاء الله دنيا واخره. الله يزكيك. الله يرزقكم دنيا واخره. هذا بروضه خريم يا اخوان. معلمكم الرجل متى موسمه ومتى هم موجودين في الروضه، بس ندر تشوفهم واضحين، هذه خيامهم وحقه النحل. والله يرزقك دنيا واخره سيدي، واسفين على الاطاله، بيض الله وجهك. تسلم. ومن الابيض ولو انت نجيك ثاني مره تراعينا عاد بالسعر. اهلا وسهلا. كم السعر اخذناه منك قبل شوي؟ 250. نعم. ورناه ولا عشان يشوفون الناس؟ هذا انا بيعه ب 300 ريال 300. وبعض الزبائن ب 400، لكن بالنسبه لك يعني 250. شو 250؟ المحلات الثانيه بالرياض كم تبيعه؟ 600 و700. نعم. ليش انا صورت بروضه خريم على اساس السعر من نفس المنحلة. وعلى اساس من نفس المنحله. نعم. وطبيعي. انتبهوا لهذا الشيء، انا ما ودي الناس تخسر، ما ودي الناس تدفع ب 600,000 واخرتها يطلع مغشوش. بعض المحلات ب 700 وب 700. افضل شيء، افضل شيء اذا جيت تشتري عسل رح لما المنحله نفسها. نعم. ومن واحد موثوق فيه، سواء في الجنوب، سواء في نجد، سواء في اي بلد عربي واسلامي، اهم شيء تاخذه من نفس المنحله. في استراليا موجود المنوكه، عسل المنوكه من زهره اسمها المنوكه، فيها الكثير من الفوائد هذه الزهره. ولد عمي راح هناك يقول دخلوني بنفس المنحله، ونيوزلندا يقول ودخلت عندهم، يعني في صدق يقول قدامك. لكن نتمنى الصدق ان شاء الله في المناحل الاخرى، لان العسل فيه فوائد كثيره وفيه شفاء للناس. لكن الحقيقه اللي شوه هذه المهنه بعض الغشاشين، ومن غشنا فليس منا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه حقه العسل يسمونها مثل ما تسوي طرد مركزي، نحط فيها العسل على اساس الشمع يخرج في الفتحات اللي الصغيره اللي تحت، ياتي فيها العسل ثم يصبونه بهذه الطريقه من اساس تصفيه العسل. هذه روضه خريم، وهذا النحل مثل ما نشاهد. فكره ذكيه، وقت الربيع تاخذ
تاخذ من الازهار حقت الربيع، وكما نشاهد هذا النحل كميات كبيره بس ما نقدر نقرب لانه يلسع. النحل بالجزيرة ينقسم إلى قسمين، نحل القزم الصغير اللي يوجد بالبيوت ويوجد في بعض الأماكن رحال يعني، وفيها النحل البلدي معروف هذا هو، وفيها النحل المصري أكبر حجم لكنه ما يتحمل الحر يعني يموت كثير منه لكنه أكثر إنتاج، وهو نحل هجين. وهذا النحل البلدي مشهور في الجزيرة العربية وأيضا يتحمل وإنتاجه لا بأس به.